أحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية. في سياق متصل، أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية خلال شهر إبريل الماضي في ضبط 36 خلية إرهابية وتكفيرية وإحباط 3 محاولات إرهابية حالت دون تنفيذ مخططاتهم، و2679 قطعة سلاح ناري، وإحباط 196 حادث إجرامي. وضبط خلال هذه الحملات 290 متهما. متابعة لهذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل محمد علوي. محمد، الجديد حول تطورات الوضع الأمني وجولة وزير الداخلية في محافظة البحيرة؟ في البداية نتحدث عن الجولات الأمنية التفقدية المستمرة من السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذي يعني قام بما يقرب من 9 جولات تفقدية لجميع المحافظات، بدأت بالقليوبية والجيزة، واليوم السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية في محافظة البحيرة لتفقد الأوضاع الأمنية بالمحافظة. بدأ الجولة بتفقد الأكمنة والارتكازات الثابتة في الطريق السريع وجميع الأكمنة الحدودية بمحافظة البحيرة. بعد ذلك توجه إلى قطاع مصلحة الأحوال المدنية، تقابل مع عدد من المواطنين، وجه بضرورة حسن معاملة المواطنين، ثم بعد ذلك توجه إلى مديرية أمن البحيرة. والآن يلتقي السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بعدد من الضباط والأفراد والجنود، والتأكيد على تأمين والحرص على تأمين المواطن المصري في محافظة البحيرة، والتأكد من جاهزية القوات لتأمين المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية. أما بخصوص يعني الجهود الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية، اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية ونجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبالتحديد قطاع الغرب في ضبط القائمين على جمعية كائنة بميدان التحرير تقوم بإيواء أطفال الشوارع، بيقوم بإدارتها شخص يدعى محمد حسنين 26 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته وتدعى آية محمد 27 سنة بتحمل الجنسية الأمريكية. بيقوموا يعني تحريض بعض الأطفال اللي موجودة على التعدي جنسيا على بعض من الأطفال الأخرى داخل الجمعية، ويستغلوا ذلك في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة بتحريض من المتهم الأول. نعم، محمد علوي من وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. يا رئيس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة لمناقشة الحركة السياحية في البلاد، كما يرأس اجتماع قرى الظهير الصحراوي بحضور عدد من الجهات والوزارات المعنية. كان محلب قد شارك أمس في الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة الأهرام للاحتفال باليوم العالمي للصحافة بحضور عدد من الكتاب والمثقفين، حيث أكد أن هذه الفترة ستشهد حرية في التعبير عن الرأي، مضيفا أنه لم ولن يقصف قلم. تلعب الصحافة دورا تنويريا في توعية المواطنين بحقوقهم، فضلا عن إلقاء الضوء على القضايا المهمة المثارة داخل المجتمعات المختلفة. لذا كان لزاما تخصيص يوم للاحتفال بها، 3 مايو، يحتفل العالم بحرية التعبير عن الرأي، حيث انطلقت فعاليات الاحتفال من مؤسسة الأهرام. مهمة الصحفي هو انه بالفعل بيكشف او بيجلي الحقائق للقارئ، اللي هو من حقه ان يعلم الحقيقة، وانه يستخدم العلم في تحليل هذه الحقائق، وانه في النهاية لا يستهدف الا وجه الوطن ومصلحة الوطن. اما لو حاد عن هذه المحددات الثلاثة، فاعتقد انه هو بيخرج برا دائرة العمل الصحفي الحقيقي والمحترم، واللي يبني وطن، مش يكون منافق لحكومة او يكون منافق لهذا التيار السياسي او ذاك. المرحلة تحتمل الكلمة ذات المعنى الواحد، لأننا يعني نخطو خط محسوب، يجب أن يكون محسوب، لأن ده على حسابنا، مستقبل مصر يعني في إيد ناس كتير جدا، في إيد المثقفين، في إيد الصحفيين. كما شارك في الاحتفالية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، كما ناشد الكتاب والصحفيين عدم المتاجرة بآلام الوطن. أين هو قصف الأقلام؟ قصف الأقلام أو كتم الأفواه فين؟ فالحقيقة هي رسالة بوجهها للعالم كله، مصر لها قيمها
ولها أخلاقها ولها أيضا محددات. المحددات دي محددات وضعها الشعب المصري لنفسه من طين مصر ومن فكر مصر. كما تم تكريم مصابي شباب الصحفيين وأسر شهداء الصحافة المصرية في أحداث العنف الأخيرة. أي محرر صحفي ميداني بيبحث عن العمل وفقط، بيبحث عن المعلومة، بيبحث أنه يغطي الحدث بشكل جيد بغض النظر عن أنه هيكرم فيما بعد ولا لا. أن في كتير من زمايلنا قد أصيبوا وفي غيرهم قد استشهد، لم يلقي بالا بما سيلاقيه من أحداث أو عنف يواجهه في الشارع. وتضمنت فعاليات الحفل فقرات فنية شارك فيها عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان علي الحجار والفنان إيمان البحر درويش. كما شارك في الحفل عدد كبير من الكتاب والمثقفين ورجال الفكر والفن. إذن يعد هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام بالدفاع عن حرية التعبير ولتذكير العالم بنضال الصحفيين في جميع أنحائه من أجل الحرية والحقيقة التي دفعوا ثمنها الكثير ليكون المواطن الحق في أن يعرف أولا. من داخل مؤسسة الأهرام، ولاء الحديني، النيل. لقي مواطن مصري مصرعه وأصيب عنصران بالجيش الليبي إثر هجوم مسلح على دورية عسكرية شمال شرقي ليبيا. كانت تقل 50 مهاجرا غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والإريترية. من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي علي الشيخي وجود ما يسمى بالجيش المصري الحر على الأراضي الليبية. وأضاف الشيخي أن هناك تنسيقا وتواصلا بين المنطقة العسكرية بطبرق الليبية والقيادة العسكرية المصرية للحفاظ على أمن الحدود. طلب نبيل فهمي وزير الخارجية المجتمع الدولي بتحفيز جهود التعاون لدعم الدول النامية ومنها مصر لمواجهة الأزمات المتعاقبة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فهمي أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي تستضيفه أبوظبي اليوم وغدا حول التغير المناخي، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة للتحضير لقمة تغير المناخ المقررة في شهر سبتمبر القادم. رصد فهمي خلال كلمته أمام المؤتمر عدة تحديات يواجهها العالم، بدءا من نمط التنمية والاستهلاك الذي يتبعه العالم اليوم، مرورا بتحدي الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وأخيرا التحدي الذي أثارته ثورات العالم العربي فيما يتعلق بغياب عدالة التوزيع وعدم احترام الكرامة الإنسانية. بدأ توافد العالقين والحالات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري. كانت السلطات المصرية قد وافقت على فتح المعبر اليوم وغدا لعبور العالقين والمعتمرين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولي. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إغلاق الضفة الغربية ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء القادم ضمن إجراءات ما يسمى بعيد الاستقلال. يذكر أن السلطات الإسرائيلية تتخذ هذا القرار وتفرض غلقا تاما على الضفة الغربية في فترات معينة بحجة الأعياد، يشمل إغلاق المعابر، وبموجب هذا القرار يتم حرمان الفلسطينيين من دخول إسرائيل خلال هذه الأيام. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة النيل ثروة شقرة. ثروة، كيف هو الوضع لديك بعد قرار إسرائيل بإغلاق الضفة الغربية من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم؟ يعني بالبداية تحياتي لكم زميلاتي. يعني هذا القرار تكرر مرتين خلال بضعة أشهر قليلة، وهو تزامن مع عيد الفتح اليهودي الذي سبق وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية بموجبه، واليوم أيضا دخل هذا القرار الذي أقر موشي يعلون وعممه على جميع المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بإغلاق كافة الحواجز أمام أيضا العمال والحالات الإنسانية إلا في حال رفضها للإدارة المدنية. يعني إذا كان هناك مريض فلسطيني يستطيع أو هو بحاجة ماسة إلى الخروج إلى إسرائيل للعلاج، سيتم إجراء ملفه إلى الإدارة المدنية وذلك سيتطلب ساعات قليلة، ساعات كبيرة جدا. فبالتالي هذا الإغلاق يعني سيشل الحركة في داخل الأراضي الفلسطينية خاصة الضفة الغربية وبين المحافظات، خاصة أن المعابر ستغلق، وهناك سيمنع دخول المواطنين إلا في ساعات معينة وهذه الساعات يعني قليلة جدا. أيضا اليوم على يعني على غرار هذه القفزات الإسرائيلية وما يسمى بعيد الاستقلال الإسرائيلي، هو ما يسمى أيضا بيوم النكبة الفلسطينية. يعني اليوم أيضا
اقتحم أكثر من 25 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، هذا على صعيد أيضا ما يسمونه بعيد الاستقلال. وأيضا اليوم تم اعتقال أكثر من 12 شاب فلسطيني في محافظات الضفة الغربية بعد أن ذهبت قوات الاحتلال بيوتهم ومنازلهم في صباح هذا اليوم في الضفة الغربية في محافظات نابلس وطول كرم وجنين. فبالتالي هذا التصعيد، هذا التصعيد الإسرائيلي يعني لا يمت بصلة، يعني لا يمت بصلة لا بأعياد ولا بمناسبات، بل هو حجة تستخدمها إسرائيل لإغلاق الضفة الغربية ولاقتحامات المساجد والكنائس وغيرها من البيوت الفلسطينية. نعم ثروة، شكرا مراسلة النيل من رام الله، شكرا لك. إلى الملف السوري، حيث أفادت الأنباء الواردة من هناك بأنه تم اختطاف أمين الحلواني وسيط المفاوضات الجارية بين القوات النظامية ومقاتل المعارضة في حمص، وذلك بعد خروج الحلواني من قصر محافظ المدينة طلال البرازي. أكد مقاتلون سوريون أيضا احترامهم لاتفاق الهدنة الساري في المدينة بين المعارضة وقوات النظام منذ يومين، ومن المقرر أن يبدأ انسحاب مقاتلي المعارضة السورية من البلدة القديمة في مدينة حمص غدا الاثنين. ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة قتل الاشتباكات الدائرة في ثلاث قرى بمدينة دير الزور بين متشددين وقوات المعارضة المسلحة إلى 62 قتيلا. في الوقت نفسه قتل 11 شخصا من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة خلال اشتباكات مع قوات الجيش النظامي في مدينة المليحة بريف دمشق. وأفاد المرصد السوري أن القوات الحكومية تحققت تقدما في المليحة جنوب شرق العاصمة السورية وسيطرت على أجزاء منها، الأمر الذي نفته المعارضة. على الصعيد السياسي، يعقد وزراء خارجية دول الجوار السورية اليوم اجتماعا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة الأردنية لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية في سوريا. يحضر الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق وتركيا والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذا ويأوي مخيم الزعتري أكثر من 100,000 لاجئ سوري، ما دفع حكومة الأردن إلى افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين تبلغ طاقته